لوحة فنية عارية. في ذاك المسرح الذي زرته لأول مرة بحجة أن طبقة الفنانة من مجتمعي تزوره دوما، زايدت على لوحة عارية كانت وسط مجتمعات الراقية الفنانة الفانية. كان الجميع يتأملها من الأسفل للأعلى كلوحة فنية عجزت عن تغطية نفسها لأنها كانت معروضة للزبائن، لأن أحدا يملكها قد علقها على جدار الفن الهائم لتباع فتشترى فتباع مرة أخرى لتكون لوحة جميلة لا أكثر ولا أقل من تحفة. لمسها الكثير واستمتع الكثير الآخر بأجزائها، تفاصيلها كانت واضحة، لكن ماذا فعلت ليكون هذا جزاؤها؟ هل من جواب يا سادة؟ لماذا كانت تلك اللوحة المسكينة موضوعة للمزايدة؟ لماذا سال لعابكم؟ ألم تكن وحدها وأنتم كنتم في جيوش؟ حسناً حسناً، سأدرج في قائمتي أن البشر هم أبشع أنواع الوحوش. أيتها اللوحة، البسي ثوبك وتستري واسحبي أسمي من قائمة البشر. أيتها اللوحة، أنا اليوم اشتريتك، أنت حرة فسيري، واعذريني سيدتي عما فعله بك بنو البشر. لوحة فنية عارية.